أقول لما وصل الحال إلى ما ترونه اليوم من أحوال المسلمين كان لابد من خطط ننادي بها كي يستمسك كي نستمسك بها ويستمسك بها الشباب. لعل الله تبارك وتعالى يرى فينا شيئا من الحركة فيطرح فيها البركة. لعل الله تبارك وتعالى يرى فينا اتخاذا لشيء من الأسباب على ضعفنا وقلة حيلتنا فيأخذ بأيدينا إليه. هو الشأن بالتوفيق تزكو ثماره ومتجره والله ليس يبور. إذا لم يعينك الله في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل. وإن هو لم يرشدك في كل مسلك إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل. وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل. وأنا أزعم أني أضع بين أيديكم خطة، هذه الخطة أسميتها خماسية السلوك، أسأل الله أن ينفعني بها وإياكم والمسلمين. هي ليست بدعا من القول، وإنما هي جمع لمعاني أقوال العلماء والعقلاء والعباد والعارفين والربانيين والمصلحين الذين تكلموا وتقدموا وسبقوا بالفضل، وإنما نحن على خطاهم. نسأل الله أن يرزقنا المنهج الصحيح. فخماسية السلوك أي أن العبد حتى يصل إلى الله بسلامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يخبرني أحد الإخوان أحد الشباب الثقات عن ولي أمر رجل كبير عنده بنات تقدم المتقدمون لهن وقد ناهزن الأربعين ويرفض أن يزوجهن، يعضلهن لأجل ماذا؟ استكبار. إذا قيل له اتق الله في بناتك أخذته العزة بالإثم، قال لا تأتيني، لا تقربني، لا تكلمني. لا يوجد خوف في القلوب إن لم تكن هنالك رقة على في الذات الأكباد. أفي هذا القلب رقة على نفسه؟